بحث مجلس الشورى في جلسته السابعه عشر من دور الانعقاد الثالث تقرير لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه بشان دراسه التشريعات ذات الصله بمختلف الجوانب الكفيله بتعزيز الامن الغذائي في مملكه البحرين والمتضمن التدابير التشريعيه المطلوبه لمعالجه التحديات والمعوقات التي تواجه الامن الغذائي في المملكه حيث عرضت اللجنه الجهود التي قامت بها خلال بحث الموضوع والتي تمثلت بعقد سلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنيه في الحكومه الموقره الى جانب الاستماع لمرئيات مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بشؤون الصيد والزراعه والثروه الحيوانيه فضلا عن مرئيات اللجنه وملاحظاتها تجاه ما تم عرضه خلال هذه الاجتماعات